بتزرع كعلاج تجميل. توم كروز مش أول ولا هيكون الأخير في قائمة النجوم العالميين اللي ورا ابتسامتهم البراقة طبيب أسنان محترف. سيلين ديون، نيكولايس كيج، أوبرا وينفري، فيكتوريا بيكهام، أنجلينا جولي، داني جلوفر، إيما واتسون، جوليا روبرتس، وكاترين زيتا جونز. قائمة لا تعد من النجوم العالميين خضعوا لجلسات تقويم وتجميل الأسنان. من زمن مش بعيد كان الحصول على أسنان سليمة وجذابة أمر مرهق، لكن مع النقلات المتكررة في أجهزة وتقنيات تجميل الأسنان بقت ابتسامة نجوم هوليود الساحرة ملك للجميع. أهلا بكم. لكن في الطريق عشان تكون ابتسامة هوليود الساحرة ملك للجميع ما كانش الطريق سهل، ما كانش زي ما بيقولوا ممهد. ده الطب الخاص بطب الأسنان أو بعلم طب الأسنان ده تقدم مذهل مذهل يا جماعة. يعني لو رجعنا للتاريخ وبصينا لأدوات طب الأسنان القديمة، انتوا هتشوفوا النهاردة ازاي الفرق الزمني جبار في طب الأسنان، جبار. يعني في فروع في الطب كلها تقدمت، كل فروع الطب تقدمت تقدم كبير، لكن طب الأسنان بالذات أنا أعتقد أنه من أكتر الفروع تطورا في السنوات الماضية. لو بصينا على أدوات طب الأسنان القديمة تذهل، إيه ده؟ أدوات غريبة جدا وصعبة وكبيرة. كرسي طب الأسنان ما كانش كرسي مريح خالص، وكان عشان يعملوا أي بروسيدر أي تقنية في الأسنان لازم يكلبشوا العيان، لازم يربطوه يربطوه بقى إيه. وكانت خلي بالكم الطريقة مؤلمة، الألم كان مصاحب لطب الأسنان، ما كانش في حاجة بتحصل من غير ألم. واستمرت القصة دي، استمر ربط العيانين بالحبال لفترات طويلة أثناء علاجهم، خلاص ما كانش ينفع يسيطر عليهم إلا بربطهم. مع مرور السنين بقى بدأت المسألة تتحسن، وبدأ يبقى فيه تنسيق للأسنان بشكل كويس، ولقوا الستات دخلت مجال طب الأسنان سواء كمساعدين أو دكاترة، ونجحوا نجاح كبير في الوقت دوت. كلامنا يمكن في أوائل القرن اللي فات، لكن برضو كان فيه لسه بدائية في الأمر. أمريكا سبقت روسيا، يعني أمريكا تقدمت تقدم كبير جدا عن روسيا. روسيا قعدت فترة طويلة بدائية في الوقت اللي الأمريكان كانوا فيه الحقيقة متقدمين تقدم كبير. في الخمسينات بقى بدأت آلات معينة تظهر، آلات خاصة بعلاج الأسنان بتاع الأطفال، وكانت أجزائها معقدة وكبيرة برضو، تمسك السنان مش عارف من قدام إزاي ومن ورا بتمسك دماغ العيان إزاي. وكان برضو أدوات لسه طب الأسنان حتى في الخمسينات والستينات كانت معقدة، وكان طبيب الأسنان يتخاف منه برضو، ما كانش المسألة سهل. الأشعة بتاعت الأسنان، الصورة اللي يمكن الأخيرة لينا، أشعة كانت غريبة، ما كانش فيه بقى لسه أشعة مقطعية، وكان طب الأسنان بيتعمل في أي حتة، يعني مثلا ممكن في الحرب، ممكن في مكان مفتوح، ممكن في جنينة، ما كانش زي دلوقتي. دلوقتي أطباء الأسنان يا أخوانا بيتعاملوا في حاجات كأنها يعني واحد تمام. كمان من الأماكن طب الأسنان اللي بيتصرف عليها كويس جدا في الديكورات، بيتصرف عليها كويس جدا في التجهيزات. يعني أغلى عيادة من أغلى العيادات هي وعيادة الرمد على فكرة، الاثنين دول من أغلى عيادات على الإطلاق في الطب. النهاردة حوار مثير جدا ومهم جدا عشان نشوف الأحدث بقى، نشوف إزاي قفز العلم قفزة كبيرة من اللي احنا شفناه من غياهب القرن الماضي إلى الحاضر الآن، لنرى بالفعل كيف تقدم طب الأسنان في مصر وأصبح مواكبا لطب الأسنان العالمي، بل في نقاط معينة ربما نستطيع أن نقول أنه بيتفوق عليه بدون مجاملة. النهاردة معايا اسم متميز، بنى صرح متميز جدا وأداء علمي راقي للغاية، والحقيقة هو مش ضيف واحد، ضيفين، يعني الاثنين بيتميزوا بأداء علمي متميز للغاية. طبعا المؤسس لبريتش دينتال سمايل، ضيف العزيز الأستاذ الدكتور كريم إبراهيم، وطبعا يعني الاسم المتميز في بريتش دينتال سمايل الدكتور عبد الله متولي هيكون ضيفي في الدكتور. الماشين ما بتشتغلش لوحدها، دايما في حد بيشغلها، وبالذات في نقطة الديزاين. أفكار الناس عن الزراعة ساعات بتبقى غلط خالص، مش معنى ان انت فاقد مثلا 12 سنة انك هتحط 12 زرعة. في انجلترا يحاكموا الدكتور اللي يعامل مريض السكر اكنه اقل من اي مريض عادي.
في تخصص بنقدر نقول اهم في طب الاسنان؟ علميا مفيش حاجه اسمها كده. اعلى تريتمنت اوبشن في العالم في تعويض الاسنان هو الامبلانتس، هو الزراعه. نسبه السكسس ريت بتتخطى ال 95%. الاستاذ الدكتور كريم ابراهيم زميل الكليه الملكيه لتجميل الاسنان جامعه ادنبرا، استشاري التركيبات الثابته لتجميل الاسنان، المدرب المعتمد ببرنامج الزمالة الدولي لتجميل الأسنان. في هذا الحوار الممتع اسمحوا لي أن نرحب بضيفي العزيزين عن يميني، طبعا ضيف العزيز الاسم المتميز الأستاذ دكتور كريم إبراهيم. أهلا بك دكتور كريم، نورني ومشرف الدكتور. واسمح لي أن نرحب بضيفك وضيفي الدكتور عبد الله متولي الاسم المتميز، وطبعا صاحب دائما الأداء المتميز والآراء العلمية القوية. ازيك يا دكتور عبد الله؟ منورنا. الله يخليك. هاي حوار أنا بسعد بهذا الحوار جدا جدا. خلينا نبدأ الأول عن دكتور كريم. في بريدج دنتال سمايل انت دايما بتقول لي انا احنا بندور على الحاجه الكاستم ميد الاحدث. طبعا انا وريتك بقى القديمه، اعتقد انت بتشوف بتضحك على الحاجات دي. طبعا. انا بحب التاريخ عشان اوري الناس القفزه اللي حصلت. فكلمني على القفزه ازاي حصلت. والله يا دكتور ايمن حضرتك جايب حاجات هيستوريكال بتوضح فرق التكنولوجي وفرق البروسيدجرز اللي كانت بتتعمل في طب الاسنان. بس انا عايز اقول لحضرتك مفاجاه ان من 5 سنين لحد النهارده احنا في طفره يعني تاريخيه فظيعه. يعني خلال 5 سنين بس من اوائل الالفينات، يعني مثلا من 2010 لحد 2018 طب الاسنان اختلف تماما بكل اجهزته، بكل التكنيكس اللي كنا بنشتغل بيها، بكل البروبوشنز. فاحنا بقينا ما بنتكلمش مثلا في فرق زمني 100 سنه و 150 سنه، احنا بنتكلم في 5 سنين. 5 سنين ممكن كل حاجه تتغير تماما. كل البيبرز اللي كانت طالعه، الاراء العلميه اللي كانت طالعه، الاجهزه اللي كنا بنشتغل بيها، التكنولوجيز، الجايد لاينز، كلها اتغيرت تماما. فطب الاسنان في الفتره دي بيقفز قفزات يعني كبيره عاليه جدا. كلمة كاستم ميد احنا يعني اول ناس قلناها في مصر في بريتش، وكنا بنقولها الاول على اساس ان هي بريتش كونسبت، هو كونسبت احنا بنشتغل بيه وابتدينا نطوره ونفهم الناس فكرته. الكاستم ميد ببساطة ان انا بروح اشتري فستان او بعمل بدلة، بروح اشتريها جاهزة دي ليها قيمة معينة، او انا بقى لما هاجي اعمل فستان او هعمل بدلة بس هعملها عند مصمم وابتدي ادرس نقط الضعف والقوه في جسمي وابتدي اعمل شكل الفستان بشكل معين والتقسيمه بتاعته بشكل معين، ده ليه قيمه ثانيه خالص، اعلى واقيم واغلى. فبالتالي احنا بنتكلم على نفس الفكره في السمايل. احنا مش عايزين حاجه ريدي ميد، مش عايزين حاجه جاهزه بتتعمل للمريض ده زي المريض ده زي المريض ده. احنا عايزين كاستم ميد، مريض بيدرس بكل تفاصيله، نبدا نعمل له سمايل تليق على شكله وتليق على وشه وتليق على تفاصيل الحركه بتاعته. دي الفكره بتاعتك. دي فكره الكاستم ميد الاصليه، ان دي حاجه بتتصمم عشانك مخصوص، السمايل تليق عليك انت بس، ما تليقش على غيرك، ودي تفرق كتير في القيمه والفاليو. ايه العوامل اللي بتاثر على الكاستم ميد؟ والله دكتور ايمن احنا في بريتش كنا قلنا ان احنا لينا بروبوشنز خاصه بينا، احنا بنشتغل بارقام معينه وبتفاصيل معينه خاصه بينا. وابتدينا نوضح للناس اكثر تفاصيل ان احنا ابتدينا نعمل لكل مجموعه بلاد ارقام خاصه بيهم وتصميمات خاصه بيهم بتليق عليهم اكتر وبتدي شكل اكتر. فابتدت الناس تتساءل عندنا على صفحه الفيسبوك وعلى التليفونات، يا جماعه طب ما تدونا الارقام دي على اساس نستفيد بيها. انا عايز اوضح ان هي مش ارقام ثابته، يعني خلوني اوضح ايه الفكره اللي احنا بنشتغل بيها ببساطه كده. احنا مثلا لما كنا بنيجي نعمل سمايل ديزاين كنا بنرسم على شكل الشخص، بس اكتشفنا ان مش شكل الشخص بس هو اللي يفرق في تصميم الابتسامه، في عوامل ثانيه. ايه هي العوامل التانية؟ مثلا البيئة اللي هو نشأ فيها. خلينا اوضحها اكتر. كنت بقرا بيبر من فترة قالوا ان الشعب المصري مثلا والشعب الايطالي والشعب الامريكي بينهم حاجة مشتركة، ان هم بيجيدوا الفنون الكلامية. يعني دايما تلاقي المسرح مزدهر عندهم، السينما مزدهرة عندهم عن اقرانهم في البلاد اللي حواليهم. تلاقي ايطاليا وامريكا ومصر من الدول اللي دايما مثلا في الوطن العربي تلاقي مصر هي مزدهرة في الفنون، الغنى، المسرح، السينما. فدكاترة الاسنان ابتدوا يركزوا انهم يرسموا شكل الاسنان للبلاد دي in a motion، والشخص بيتكلم اهم من البوز، اهم من وهو ساكت وهو بيبتسم، يرسمها له في الموشن بيبان ايه وهو بيتكلم، لان دي بتفرق قوي مع الدول دي.
ابتدينا نقول مثلا ان دول الخليج العربي زي الجولف ايريز، السعوديه، الكويت، قطر، الامارات وما شابهها من دول الخليج العربي، اكتشفوا ان الناس دي بيتميزوا بالعاطفه الشديده، عندهم عواطف شديده، فبيحبوا يضحكوا ضحكه من القلب زي ما بيقولوا. فابتدينا نركز على فيهم على الوايد سمايل، لما يبتسم ابتسامه كبيره قوي لازم يشوف نفسه شكله حلو قوي، يبقى مش ان موشن اكتر من وهو وايد سمايل تبان ابتسامته حلوه جدا. اكتشفوا ان دول جنوب شرق اسيا اللي هم اليابان وما شابهها من الدول الدول دي ما عندهمش مهارات كلاميه، فابتدينا نركز فيهم على البوز سمايل، وهو ساكت وبيبتسم ابتسامه خفيفه يبقى شكله حلو قوي. فما بالك يا دكتور ان احنا بقينا نركز ان تفاصيل الابتسامه بتاعتنا بقى ليها علاقه بال هو نشأ فين، بيشتغل على ايه. انا كنت في امستردام من فتره فبتكلم مع دكتور اسنان في التصميم، قال لي ان هم كان عندهم ازمه فضلت 5 سنين، ان دايما الهولنديين عندهم حاجه اسمها السنه اللاترالز اللي هم السنترالز، السنتين اللي في الوسط، السنان اللي جنبيهم، اكتشفوا ان دايما بيبقوا معوجين شويه، يعني مهزوزه كده، معموله كده. لما دكتور الاسنان بقى يصمم الابتسامه مرسومه على المسطره بقى الشخص ما يتضايق، يقول له دي فيك، انا مش حاسس نفسي في الابتسامه دي. لما ابتدوا يعوجوا شويه اللاترالز، يدوا فيها بس انكلاينيشن خفيف، ابتدت الناس تتبسط. فهي الفكره التجميليه قائمه على السيرفيز، على الفن، على السنس، اكتر منها على قواعد ثابته او ارقام ثابته، وده اللي بنعمله في البريتش وبنشتغل عليه. انا بحييك على الكلام ده، كلام محترم ومهم جدا. حتى لو خدنا بالنا يا جماعه، فعلا المسارح المشهوره في العالم 3، يعني هتلاقي امريكا برودواي والحاجات دي وايطاليا ومصر طبعا، المسرح المصري والاداء السينمائي المصري، احنا المتفوقين، مفيش حد يقدر ينافسنا في الحته دي في المنطقه العربيه. والغريب ان النجوم الامريكان المتفوقين جدا جدا في السينما كلهم من اصل ايطالي، يعني الباتشينو، روبرت دينيرو، وكمان يعني دول اشهر، وتقريبا جوني ديب، دول كلهم ايطاليين 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 ناتيف يعني. فيعني يعني حتى ليوناردو دي كابريو ام ايطاليه وابو الماني او العكس، يعني في جو نص ده، يبقى اذا الايطاليين دول يعني فعلا لازم. والله حضرتك يا دكتور امين بتكمل لي المعلومه دلوقتي، يعني المعلومه دي مش عندي خالص. دول المعبرين يعني اللي هم الناس اللي بتعبر ببقها، بس بتتكلم باسنانها بكتير يعني. انا وانا بقرا البيبرز دي قلت يا نهار ابيض، امال يعني الدكتور اللي ما عندوش وقت يقعد مع المريض ده هيصمم الابتسامه ازاي؟ ده ابتدوا يتكلموا في البيئه اللي نشا فيها وطبيعه الدوله اللي هو عايش فيها. فابتديت اتكلم مع فريق العمل عندي ان يا جماعه لا، تصميم الابتسامه بقاش لعبه، ما بقاش هزار يعني. الناس بقت بتشتغل على سيرفيز ومسابقات ويشوفوا اجمل ابتسامه ويشوفوا الشعب ده بيليق عليه ايه. وعشان كده ابتدينا نقول ان الناس بتتبسط من ده. يعني مثلا الاسنان اللي احنا شايفينها او الصوره اللي احنا شايفينها قدامنا هي بتعاني من فراغات. انا عندي فراغات والفراغات دي مضايقاني وعايزه اعالجها واشتغل عليها. فالفكره الرئيسيه في فكره الفراغات دي ان كل الدكاتره يعرفوا يقفلوها، يعني مفيش دكتور هيعرف ان هو هيعرض الفينيرز اللي هيستخدمها شويه ويقفل الفراغات. لكن التصميم ازاي، زوايا الاسنان ازاي، الاطوال والعرض بتاع السنه ازاي. وعشان كده انا بقول دايما ان بيشنت بريتش بيخرج مبسوط، دايما بيخرج راضي عن التصميم. طبعا مفيش حد بيرضي كل الناس، بس انا بتكلم بنسبه ان معظم البيشنتس بتوعنا بيخرجوا مبسوطين لانه حاسس ان شخصيته ما خرجتش منه. يعني دي يا دكتور ايمن كلمه شائعه دايما المريض يقولها، يقول لك انا بعد ما عملت اسناني حسيت ان انا اتغيرت، انا ما كنتش عايز ده، انا عايز افضل زي ما انا. في بريتش بيخرج زي ما هو، بيخرج هو نفس البني ادم بنفس تعبيرات وشه، لكن شكل اسنانه اجمل واصدق وتديله ابتسامه كويسه قوي. احييك على التصوير. يس التصوير محترف قوي. انا دايما دكتور ايمن بكرر في الحلقات ان حضرتك اول واحد نبهتني للنقطه دي، وانا اهتميت بيها وطورتها، لان فعلا كان التصوير من اهم الحاجات اللي المريض نفسه بقى يطلبها مننا. يعني انا عندي دكتور عبد الله بيشتغل على التصوير بشكل قوي جدا، لدرجه ان انا ما بقتش اشوف المريض غير من الصور الاول، ما اشوفوش هو، اشوف صوره الاول عشان ابدا ادرس الشغل بتاعه والتفصيل بتاعه والتصميم بتاعه قبل ما اقابله وابتاخد منه المعلومات اللي انا عايزها. ده معناه ان الحالات دي ما بتخرجش بالصدفه، الحالات دي ما بتخرجش باي لك، مش انت مره طلعت حاله حلوه، لا، الحالات دي بتدرس، فبيطلع 98% من حالاتك بترضي المريض بتاعك، وهو ده الهدف. ده معناه ان البنت اللي دخلالي ولابسه جينز
وقميص وربطة شعرها دي الحصان، هعمل لها تصميم غير البنت التانية اللي لابسة فستان وفرد شعرها ولابسة جزمة كعب. تفرق كتير شخصية المريض اللي قدامك في كيفية التصميم اللي الوظيفة طبعا. مش بس يا دكتور أيمن الوظيفة، في حاجة كمان أخطر من الوظيفة، الغرض من تصميم الابتسامة. يعني أنت جاي تصمم الابتسامة ليه؟ في حد يقول لي والله أنا عايزة البارتنر بتاعي أو جوزي يشوفني حلوة، فدي تفرق عن واحدة بتقول لي أنا عايزة ولادي يشوفي حلوين. في واحد يقول لي أنا داخل على وظيفة فعايزة أبان سمارت عشان أقبل في الوظيفة دي. في حد يقول لي أنا داخل على علاقة عاطفية فبالتالي عايز أسناني عشان أثق في نفسي يبقى شكلي كويس. في حد يقول لي أنا بقوم وده أخطر عيان، أول ما أبص في المراية مبقاش راضي عن نفسي، ودي أخطر عيان أهتم بيه جدا، لأن ده أخطر عيان بيعمل تجميل اللي مش راضي عن نفسه قدام المراية. الأسنان اللي احنا شايفينها قدامنا دي لو حضرتك خدت بالك دي كانت لفنان جميل يعني ظريف، وأنا بتكلم على فكرة إن الدكتور اللي عمل التركيبة اللي في الوسط قبل ما يشتغل ما خدش باله من اللسة، ما خدش باله إن أطوال اللسة مش متناسقة مع بعضها، رسمة التركيبة مش ماشية مع رسمة اللسة، فابتدينا نغير ده ونشتغل عليه عشان نظهر رسمة اللسة متناسقة، عشان نظهر أسنانه. لو شفنا الصورة بعد هنلاقي رسمة اللسة ورسمة أسنانه انتظمت، فالابتسامة مريحة. دي ابتسامة نجم، دي ابتسامة شخص جميل تقدر تبص عليه وتتقبل تعبيرات وشه. فزي ما قلنا خلاص ان يا جماعة تصميم الابتسامة بقاش لعبة، تصميم الابتسامة بقى فيه علم وفكر وبقى بحر من العلم، كل شوية بنزود جزء. في بريتش بقينا لينا الكونسبتس الخاصة بتاعتنا والأرقام الخاصة بتاعتنا وبنطور فيها وبنشتغل عليها، وعشان كده بنحاول نرضي مرضانا على قد ما نقدر. عايز اروح للفينير يا دكتور عبد الله. الفينير، فينير يعني ليها دلوقتي شعبيه كبيره، هل هي شعبيه حقيقيه ده رقم واحد، ولا شعبيه تقدر تقول عليها مؤقته وهيحل محلها حاجه تانية؟ يعني هل هي شعبيه علميه مبنيه على اساس علمي وقيمه علميه؟ عايزك تكلمني على الفينير ايه هي وتقول لي المعنى ده صح ولا غلط. تمام، هي الفينير هي قشره زي عدسه السنان بالظبط او زي الضوافر اللي البنات بتركبها، قشره رقيقه جدا 0.3 ملم بتتركب على السنان من بره عشان انا عايز سمايل حلو، انا عايز ابتسامتي تبقى جميله، ومش في نفس الوقت مش عايز ابوظ اسناني. هي بالظبط القشره دي، انا مش عايز ابوظ اسناني، فبحط قشره من بره خارجيه ترسم لي السمايل اللي انا عايزها باللون اللي انا عايزه وبالاطوال الجديده اللي انا عايزها حسب التصميم بقى اللي انا عامله الوش البيشنت اللي جاي. بس فهي طبقه رقيقه جدا تحط على السنان زي ما احنا شايفين كده. واهم حاجه فيها ان السمك بتاعها بيفرق جدا، لان السمك بتاعها ده هو ده اللي لو انت شايف مثلا في الصوره دي يا دكتور هتلاقيها مثلا شفافه اللون الاسود اللي وراها، ده معناه ان هي شفافه جدا، يعني سمكها رفيع جدا، وده اهم حاجه فيها السمك بتاعها. هي دي الفينيس. انواعها راحة، وما جاوبتنيش على السؤال اللي هو هل هي شهرة حقيقية تراعى علمية، ولا انت عندك بعد نظر جيد بيعجبني ارائك لتطورات فكر الناس، هل هتظل الفينير متربعة على عرش التجميل، ولا انت شايف ان الامور هتاخد مرحلة اخرى؟ هتظل. هقول لحضرتك ليه بعد، يعني هتيجي في الاسئلة اللي جاية. المهم بس اسئلتي كانها اسئله الدكتور سنان، خلي بالك بالظبط. انا بقيت خبيث في اسئلتي، شكرا دكتور عبد الله. هي الفينير لو اتعملت صح هتبقى بيرفكت، هتبقى حاجه احسن حاجه في الدنيا، احسن وعلميا كمان مظبوطه وكل حاجه. لو اتعملت تجاريه الفينير التجاري هتبدا تختفي من مصر. يعني واحنا ممكن يبقى دكاتره كتير ما لهمش ذنب ان هي تختفي، بس بسبب دكاتره تانيين بيعملوها غلط، بيعملوها تجاريا، فهي لو اتعملت غلط بتبقى يعني مساوئها اكتر من منافعها بكتير بمراحل يعني. بس فانت ترى انها ستتربع اذا ظلت تعمل بشكل لو اتعملت مظبوط بالظبط. طب السؤال الثاني يشاع ان الفينير بتعمل حساسيه في الاسنان، ما هو دوت بسبب ان انا لزقتها غلط. لو الفينير انا لزقت الفينير غلط هيبقى معانا الصوره دلوقتي. لو انا لزقت الفينير دي غلط، هي الفينير دي حاجه اسمها تكنيك سنسيتيف، لو اتلزقت غلط بتعمل حاجتين، بتعمل ريحه كريهه في الاسنان. تلاقي مشهور قوي عن الفينيرز يقول لك انا مش عامل فينيرز عشان بتعمل لي ريحه وحشه في بقي.
ولو اتلزقت غلط في الصوره دي اتلزقت غلط الفينير هتلاقيها مش راكبه على السنه هيبقى في مسافه بين السنه وبين الفينير فهتعمل حساسيه في الاسنان دي كده فينير ملزوقه غلط تماما دي تعمل لي حساسيه في الصوره اللي قبل دي كان في حاجه اسمها فلوسنج السنان الطبيعيه ربنا خلقنا بنعمل فلوسنج يعني الخيط زي في الصوره يقدر يخش بين اسناننا معظم الدكاتره بتوع التجميل اللي بيعملوا فينيرز بيلزق على طول بين السنان ما اسهل يعني ما بيعملش فلوسنج طيب انا لو ما عملتش فلوسنج ده ايه اللي هيحصل انا اسناني ربنا خلقني في فراغات بينها لو انا قفلت الفراغات دي تماما 100% هتعمل لي ريحه كريهه في البق ودي من برضو اكتر المشاكل الشائعه في الفينيرز يعني هقف برضو عن سؤال تاني ليه بعض السناتر او بعض الاماكن بيعملوا كراون وما يعملوش فينير يعني ميالين لكده بالظبط في ايه رايك يعني فسر لي برضو انا بحب اعرف اسرار ده بيقول لي اسرار فصيح انا هقول لحضرتك الكراون للدكتور اسهل بكتير يا سلام بكتير هو بيبرد لك السنه كلها ويغطيها بكفر كده كده هتتغطى فخلاص مش هشوف البيشنت ده تاني طب الفينير لا الفينير لازم تتلزق بطريقه معينه ولازم تبقى دقيقه بنسبه 99% لا لازم تبقى دقيقه بنسبه 100% لو اتلزقت صح هبقى انا ما بردتش سناني وخدت نتيجه حلوه وهتبقى احسن من الكراون لكن انا بلجأ للكراون لو انا عايز انجز لو انا عايز اخلص اعمل كراون اركب مش هشوف البيشنت تاني بس هبقى بردت له اسنان الفينير مثلا في صوره زي دي اللي قبل دي الصوره اللي قبل دي ده تحضير فينير والصوره اللي بعدها تحضير فينير تحضير الفينير اللي في الصوره اللي بعدها دي ده يسبب كوارث انت هتلاقي السنه الصوره اللي بعد دي هتلاقي السنه متاكل منها كتير جدا هتلاقي يعني البيشنت لو فينيرايه وقعت منه ما يعرفش يمشي كده ما يقدرش يمشي افرض هو مسافر مثلا وقعت منه واحده ما يقدرش يمشي بالمنظر ده السنه كده ده كده معمول اوفر ريدكشن معمول زياده في البرد بردش زياده على الزوم بالظبط الصوره اللي قبل دي ده اللي احنا بنعمله عشان نعمل فينير انا بخشن السنان بحيث لو في بيشنت فينيريه وقعت منه هو ده نفس شكل اسنانه انا ما غيرتش فيها انا بس خشنتها ولو شلتهم هيرجع نفس شكل اسنانه اللي جاي لي بيها فمفيش مشكله تماما العمر بتاع الفينير قد ايه لو معمول صح ومعمول كده طول العمر يفضل على طول يفضل على طول لو معمول بالطريقه الثانيه اللي الدكاتره بيستسهلوا ويعملوها انا هنا في طبقه اسمها الانامل انا برد 0.2 من السنان ده صعب جدا ان انت تبرد 0.2 من الملي من السنان 0.2 مليمتر ده صعب جدا انا لو بردت النسبه دي بس الفينير هتمسك بحاجه اسمها كيميكال بوند مع السنه عمرها ما هتقع لو انا بردت زياده زي الصوره اللي بعدها الفينير هتقعد 3 4 سنين وهتقع في بقى سؤال يعني مهم ونقف قدامه شويه طب حط لنا قاعده للناس كلها تبقى عارفه امتى تعمل فينير وامتى تعمل كراون تمام انا الاول لازم اول حاجه ان انا اثق في الدكتور بتاعي ان انا رايح مكان انا واثق ان هو مش هيعمل لي حاجه استسهالا منه عشان ما يشوفنيش تاني يقوم عامل لي كراون وخلاص انا لازم اثق في الدكتور بتاعي ان انا ما اروحش مكان تجاري انا ما اروحش مكان ما اقابلش فيه صاحب السنتر واقابله اول مره وخلاص لازم الدكتور بتاعي يبقى زي ما تقول صاحبي بتاعي وصاحبي لا ودكتور يعني اللي انت قلته ان واحد يقابل حد وما يقابلوش تاني ده مش دكتور يعني مش طب بالظبط يعني ده بقى حاجه تانية بقى غير هي الفكره دكتور ايمن في التايم كونسيومنج هو الدكتور هيفضي وقت من حياته قد ايه عشان يعيش مع المريض بتاعه كل ما الوقت ده يزيد كل ما النتائج بتاعه الشغل بالذات في التجميل تزيد يعني كل ما الدكتور ياخد تفاصيل من المريض اكتر ويعيش معاه تفاصيل شغله غير لما يبقى مش عايز يشوفه غير مره واحده ويمشي يقدر يعمل ده لو هيعمل حاجه سيمبل ستريت فورورد مش تجميل يعني اعمل يعالج سنه فيقدر يعالجه في يوم واحد وخلاص والقصه تنتهي لكن فكره هتصمم له تصميم ابتسامه لازم تصاحبه شويه زي ما دكتور عبد الله بيقول صاحبه اديله من وقتك شويه عشان تقدر تطلع تفاصيل ترضيه وترضيك على المستوى العلمي ومستوى الشغل ده هيفرق في تحديد انت عايز فينير ولا كراون هيفرق انا في بيشنتس بيقولي الاسنان كلها يعني انا هعمل ال10 اسنان تجميل
السنان كلها مثلا 8 اسنان محتاجين كراون واثنين محتاجين فينير، انا بعملهم 2 فينير و8 كراون. لو انا في اي مكان تاني او الدكتور عايز ما يوجعش دماغه وعايز يخلصني بسرعه هعمل ال10 كراونز. انا بشوف انا محتاج ايه بالظبط، لان دي مسؤوليه قدام ربنا برضو، ان انا بيشنت مثلا مش محتاج كراون وانا عملت له كراون عشان انجز في الوقت، دي مش حاجه تمام يعني، مش حاجه كويسه. الفينير بياخد وقت شويه وبياخد عايز صبر وعايز الدكتور يلزقه، لازم يكون 100% لازم يكون 100% ملزوق تماما. لو اي حاجه لو نسبه 99% مثلا السنه متحركه من مكانها، اصل دي قشره 0.3 مللي، انت عشان تحط 3/10 من مللي، لو انت عشان تحطها على السنه الموضوع مش سهل، عشان تلزقها بنفس الشكل اللي انت رسمه الموضوع مش سهل، فبتحتاج وقت. بلاش استسهال يعني. بس خلينا اوضح يا دكتور ايمن معلش نقطه هنا عشان برضو الناس تبقى واضحه لها الامور. هو مش بنعمل كراونز يعني، هي القصه مش ان مش معنى ان الدكتور هيعمل كراونز ان هو بيستسهل، لا احنا ما نقصدش ده، احنا نقصد لو السنه تحتاج فينير يتعمل لها فينير، لو محتاجه كراون يتعمل لها كراون. يعني انا برضو في مريض بيطلب مني فينير واقول له لا هنعمل كراون، والعكس صحيح، في مريض يطلب مني كراون اقول له لا هنعمل فينير. هي القاعده الثابته هنا السنه او الحاله محتاجه ايه، بمعنى ان السنه لو سليمه وجيده ووضعها كويس والعضه بتاعته مظبوطه نعمل فينير. لكن في حاله ان السنه فيها اعوجاج شديد او ضعف شديد او التجميل بتاعه محتاج تغيير لاتجاهات الاسنان بشكل اكتر، هعمل كراون غصب عني وعنه. فهيبقى الفكره الرئيسيه احتياجنا للحاله، مفيش قاعده ثابته بتقول الكراون او الفينير قد ما علم الدكتور واهتمامه بالكيس عشان يحدد المريض ده محتاج ايه. هو لو احنا شفنا الفيديو اللي قدامنا بيتكلم غالبا على فكره البريبريشن بتاع التحضير، التحضير وقد ايه ان هو دقيق، انت بترسم في 0.3 فقد ايه لازم تبقى راجل محترف وقد ايه لازم تبقى عندك من الصبر انك تشوف زي ما بيقولوا الانجليشن والانكلينيشن بتاع كل سنه. السنه دي يعني ايه انجليشن؟ اتجاه السنه، هل السنه مايله كده ولا مايله كده، ما انت هتحط قشره رفيعه جدا. فلازم تبقى بتشوف التحضير ده هيضيف ايه عشان تحط القشره بشكلها كويس فتبان السنه اتعدلت. فالانجليشن والانكلينيشن بتاع السنه مهم لكل سنه. فالدكتور لازم يبقى مركز جدا ان انا بشتغل بشكل بروفيشنال. واحنا هنا دكتور ايمن جبنا صور وورينا يعني ورينا الناس قد ايه ان احنا بندرس، تشوف الصور من جميع الاتجاهات عشان نشوف التفاصيل الصغيره دي. فالفينير سحر ماجيك يحافظ على الاسنان ويدي شكل حلو وما يكلفش المريض بروسيديرز او شغل كتير، بس لازم يتعامل بفن ويتعامل بدقة عشان يطلع النتائج المرجوة. طيب عايزين نطبق الكلام اللي احنا قلناه ده عملي، عايزين نشوفه يعني بكيسز بحالات، تعلق لي بقى تقول لي في كل حالة الاختيارات كانت ايه، احنا ليه اخترنا كذا، ايه المشاكل اللي كانت موجودة. الكلينيكال ابليكيشن في طب الاسنان له قيمة كبيرة جدا عن اي فرع تاني، يعني الفروع التانية في صعوبة شديدة ان احنا مثلا نطبق الكلام ده في المخ والاعصاب، مش هنجيب حالة مخ واعصاب نقعد نتكلم، صعبة قوي دي. لكن في الاسنان لان ده متشاف، فقول لي بقى الحالة الاولانية كانت قصتها ايه، واحنا بنشوف كده الحالة برضو حالة تجميلية من حالات التجميل الموجودة في البريتش اللي هي برضو كاستم ميد. ايه بقى احكي لي. تمام، الحالة دي مثلا انت هتلاقي الانياب بس هي اللي متاكله. السنتين اللي في النص معمول له حاجه اسمها كومبوزيت فينيرز. انا ساعات بيجي لي بيشنت يقول لي ده الفينيرز انا شفتها في مكان تاني رخيصه جدا، دي حاجه اسمها كومبوزيت فينيرز. الكومبوزيت فينيرز اللي في السنتين اللي في النص دول بعد 6 شهور بالظبط بيبداوا يغيروا لونهم، اللون بتاعهم يبدا ياخد ستين، يبدا صبغه تحصل فيهم، اسمها كومبوزيت حشوات. كومبوزيت فينيرز يعني فينير عن طريق الحشوات. دي بتتعمل دايركت في بوق البيشنت. الاي ماكس فينيرز بقى اللي احنا بنشتغل بيها دلوقتي دي بتبقى حاجه ان دايركت، يعني انا باخد مقاس بالسلك بصور وبيطلع لي الفينير بلزقها في بوق البيشنت، مش بعملها دايركت في بوقه. هنا مثلا السنتين اللي في النص انا عملتهم فينيرز، اللي جنبهم فينيرز بالظبط. السنتين اللي في النص دول دي الحاله بعد فينيرز، اللي بعدهم فينيرز، الانياب هي اللي كانت متاكله قوي فعملتهم كراونز، السنان اللي بعدها فينيرز. فانا مش بقى لا، انا وانا عايز استسهل انا هعمل كله كراونز والزق على طول في 10 دقائق. دي فينيرز دي خدت وقت في اللزق وخدت وقت في الديزاين وخدت وقت في التسليم، ويعني ادينا لها وقتها.
في نقطه مهمه معلش في الصوره اللي قبل كده يا جماعه عشان برضو اتسالت السؤال ده امبارح من بيشنت هل لما احط فينير جنب كراون هيبان الفرق ولا لا؟ لا يعني انا بوريهم الصوره ان الانياب اتعملت كراونز والفينيرز اتعملت طالما بنفس المادة في الاسنان في الوسط لا هي خد بالك يا دكتور ايمن في فرق في السمك كراون 1 ملي الفينير 0.3 ففي ناس بتعملها لو مش بفهم لطبيعه اختلاف الالوان هتبان فرق ان دي شفافه شويه ودي اكثر يعني الدكانه زي ما بيقولوا فاحنا بنركز احنا بنقول لهم لا لو عملت ده لان في حد يقول لك طب خلاص اعمل لي كله كراونز عشان ما يبانش فرق او اعمل لي كله فينيرز عشان ما يبانش فرق لا حسب احتياجات السنه واحنا اللي نقدر نشتغل باللون عشان نطلعه لك بالشكل الهارموني زي ما انتم شايفين. تمام نكمل بقيه الحاله وبعدين وصلنا للنتيجه دي. تمام يعني ده في قد ايه في كام جلسه؟ ده في جلستين بالظبط. ما بين الجلسه والتانيه قد ايه؟ ثلاث ايام خد الشكل بس ده عشان كنا بنرسم له سمايل. انا ممكن ارسمها له في نفس اليوم. بس احنا بنقعد نرسم له سمايل ناخد له فيديوز بنقعد نشتغل على سمايل بتاعته وبعدين بعد ما نرسم السمايل نجرب له الاول وبعدين نركب له. لكن انا عندي القدره ان انا اعملها في نفس اليوم. هنروح للدكتور كريم في الحاله الثانيه. ايه قيمه الفيديو؟ معلش نكررها تاني لان هو الدكتور عبد الله قال الفيديو. ايه قيمه الفيديو؟ هو ان الناس اللي بيدرسوا السمايل ديزاين ابتدوا يلاحظوا ان انا صوره العيان برسم عليها ابتسامه شكلها حلو. اول ما احطها فوق العيان والمريض ده يبدا يتكلم ويضحك الاحظ ديفكتس. الاسنان كانت اقصر من اللازم، اطول من اللازم. اكتشفنا ان انت بتتعامل مع الشخص ان موشن، انت بتحط اسنان في مكان بيتحرك، فبالتالي انت لازم تشوف الشخص ده هو بيتحرك قبل ما تصمم ابتسامتك عشان تشوفه لما يضحك ايه اللي هيبان، لما هيسكت ايه اللي هيبان. فالفيديو قائم على فكره انك بتتعامل مع مكان بيتحرك، الشفايف بتتحرك، فايه اللي هيبان في وقت ما الشفايف بتتحرك هيفرق جدا في التصميم بتاعك. فاحنا الصور مهمه والفيديوز مهمه جدا عشان نقدر نظهر للبيشنت زي ما قلنا ان في شعوب بتتكلم فاحنا عايزين نظهرها بشكل معين. في ناس بتضحك ابتسامه وايد جدا فانت لازم تاخد بالك ان في اسنان جوه هتبان وهكذا من التفاصيل. دي مثلا الحاله دي احكي لي عنها دكتور. احنا الكيس دي برضو زي ما قلنا ان هي فكره ودي نقطه مهمه انا جايب الكيس دي مخصوص عشانها. ان المريض بيبقى متخيل انا شكل اسناني وحش فانا هروح عند الدكتور عشان اعمل اقل حاجه 22 سنه فممكن ما بقاش قادر من التكلفه الماديه من الناحيه الماديه ولا من الناحيه المعنويه ان انا اعمل كل عدد الاسنان دي. فانا جايب عشان الحاله دي احنا عملنا فيها 6 اسنان بس. يعني ممكن انت تروح لدكتور الاسنان وتبقى حالتك تسمح ان ب6 اسنان بس ابتسامتك تتغير. فانا جايبها عشان اوري ان المريض ده لما ابتسم وفتحنا له بالتشيك ريتراكتور اللي هو الجهاز اللي عندنا اسنانه ما بانش غير الست اسنان اللي احنا اشتغلنا عليهم. فده بيوفر على المريض تكلفه وبيوفر على المريض بروسيديرز شغل في اسنانه. فانت لازم تبقى عارف ان انا ممكن اروح عند دكتور الاسنان عشان اغير السمايل بتاعتي اعمل 6 وممكن اعمل 10 وممكن اعمل 14 وممكن اعمل 20 سنه. فكل الارقام دي متاحه فما تتخيلش ان عشان اسناني شكلها وحش لازم اغيرها كلها عشان ابتسم كويس. لا واحده واحده ممكن تقدر تاخد عدد قليل. فالسنه دي كانت ستينز مجرد صبغات فالمريض مش عارف يعيش بشكل الستينز دي. لما جملناها له وشفنا الصوره اللي قبليها بالفينيرز من غير بروسيدير يا دوب خشنا سطح السنه وحطينا عليها الفينيرز اتس فاين المريض اتبسط واسنانه بقت حلوه وما بردش اسنانه وعمل شكل كويس. طبعا فإتس سيمبل عملت عدد قليل تكلفه قليله وجملت اسنانك وبقى شكلها كويس لغايه لما يعني لو حبيت بس اقصد الاهم فالاهم ده 80% او 90% من ابتسامته بقت شكلها كويس. ما لا يترك كله لا يترك كله هو ده اللي انا عايز اقوله. رائع هو ده اللي انا عايز اقوله. وبرده هنا اللثه والتناغم بتاع اللثه مع الاسنان. يس احنا في بريتش دلوقتي يا دكتور ايمن وصلنا ل 22 دكتور ما شاء الله. وصلنا فريق العمل ل 22 دكتور مش سايبين بقى تفصيله صغيره غير لما جبنا فيها متخصص عشان نقدر نوصل للنتائج دي. يعني دي مش نتاج شغل فردي ابدا. العمل الجماعي هو طب الاسنان كله قائم على العمل الجماعي معظم فروع الطب كده. هروح للحاله الثالثه برضو وتقول لي واحنا بنتكلم على الحاله الثالثه دي التكنولوجيا عملت ايه مع التجميل؟ استفدتوا ايه من التكنولوجيا وهل التكنولوجيا حلت محلكم خلاص يعني باي باي دكتور الاسنان ونتكلم على المشين؟ لا هو الناس افتكرت ان او الدكتورز الكبار افتكروا ان
خلاص الماشين ما دام موجوده خلاص انا هطلع شغل بيرفكت خلاص انا مش هشتغل يعني. وده غلط تماما. احنا لو شفنا الفرق بين الحالات اللي بتطلع من عندنا من بريتش بالبريتش كونسبت بالدراسات بالبروبورشنز بالنسب اللي احنا درسناها عملناها خلاص هو انا اعتقد ان مفيش حد يقدر يوصل للنتائج دي. دي مثلا حاله جايه لنا من سنتر تاني هي جايه لنا كده. هو ده كده عمل فينيرز بره يعني تخيل انا رحت بره عملت اسناني طلعت لي بالشكل ده وجايه بتقول لي انا مش راضي عن النتيجه. فاحنا يعني انا لو جت لي الحاله دي من الاول انا هطلع شغل اكتر احسن بكتير قوي من اللي انا طلعته بس انا بعدله. فهنشوف مثلا الحاله بعد هتعرف الفرق بين التركيبات بقت مور نيتشر بالظبط. ده بريتش كونسبت بقت مور نيتشر بقت اكثر طبيعيه. كانت الاول شبه تشيك ليستيس يس. بس خليني برضه دكتور ايمن اكد على نقطه هنا عشان يعني الناس ما تفهمش المعنى غلط. احنا صحيح متحمسين جدا لشغلنا وبنزعل لما بنشوف كيسز وحشه بس اللي اقصده ان في دكاتره في مصر كتير شاطرين جدا طبعا. يعني واحنا نقصد ده ونعنيه يعني مش معنى ان احنا بنتكلم نحن لا نقول ابدا ان ما نفعله هو الوحيد بالظبط. لا لا بالعكس في ناس كويسه كتير في مصر مليانه قامات كبيره وناس بتشتغل كويس وممكن يكون جداً. المكان ده كويس بس فيه طلعت هو احنا من حماسنا احيانا بنبقى يعني نفسنا كان الدكتور يعمل دي لكن احنا بنغلط والدكتور التاني بيغلط والتنافس ده هو اللي بيوجد مصلحه المريض على المعنى ده بقى. فخليني اكد عليها ان مصر مليانه قامات ودكاتره شاطرين جدا احنا بس بنتحمس لشغلنا لكن مش معنى ده ان في 100 دكتور يعني الاف الدكاتره في مصر اشطر مننا كتير وبيشتغلوا كويس جدا. انا اشكرك على تواضعك واشكرك على كلامك الحلو ده لكن الناتشراليتي الطبيعيه تكسب دايما طبعا. وده الترند اللي ماشي دلوقتي. انا الترند اللي ماشي دلوقتي خلاص ما بقاش التشيكليتس ما بقاش البيشنتس حتى بقى عندهم من الخبره ان هو يجي يقول لي انا مش عايز سنان بيضاء انا عايز سنان ناتشرال انا عايزك تجمل لي اسناني تخليها طبيعيه. حتى اللي بيجي لي بالفينيرز عاملها زمان اللي هي البلوكات البيضاء لا انا عايزها طبيعيه. فده ترند ماشي والحمد لله انه بداوا يقتنعوا بده يعني. عايز بقى اروح لحته ثانيه مهمه قوي. التجميل والزراعه الاثنين اصبحوا يعني زي ما بيقولوا متلازمتين مهمتين جدا خصوصا ان انت عارف ان مصر فيها اهمال كبير في الاسنان ادى الى فقدان اسنان كثيره. يعني انت طبعا. اعتقد انه 80% يمكن ما اعرفش انت تعمل احصائيه احسن مني في الحته دي من اللي بيقول لك عندهم اوريدي اسنان مفقوده. يس يس. بص يا دكتور ايمن هو انا دايما قلنا كده قبل كده هنا ان التجميل برضو المريض بيجي مبسوط وعايز يوصل لحاجه احلى فده مريض في كاتيجوري. لكن المريض اللي بيفقد اسنانه وعايز يزرع بيبقى في كاتيجوري تاني محتاج تتعامل معاه نفسيا بشكل اقوى ومحتاج تصحح له المفاهيم الخاطئه. يعني الزراعه سبب من اسباب عدم انتشارها في مصر المفاهيم الخاطئه ان المرضى دايما واخدين افكار غلط خالص عن الزراعه. واحنا هنا يعني من اوائل الناس اللي في البرنامج قلنا عملنا حلقه تصحيح المفاهيم الخاطئه عن الزراعه بس حلقات واتكلمنا فيها وركزنا فيها. فخليني اكد ان احنا كدكاتره لما بقيت اقعد مع فريق العمل عندي في الزراعه بقيت اكد عليهم ان انتوا عليكم مسؤوليه تجاه بلدكم قبل ما يكون تجاه المريض. يعني تصحيح المفاهيم الخاطئه بشكل براكتيكال للمريض ان المريض يعرف ان الزراعه دي ما بتاخدش غير 10 دقائق وان الزراعه دي ما فيهاش الم بقى دور ومسؤوليه على الطبيب اهم كمان من الحاله نفسها ان هي تطلع كويسه ان هو يتصلح له المفهوم الخاطئ ده. فانا خليني اكد على مفهومين خاطئين في الزراعه واتكلمنا في التيم عندنا ومفهوم خاطئ عند الدكاتره. يعني مفهوم عند الاطباء مش مظبوط ومفهوم عند مفهومين عند المرضى مش مظبوط. المفهوم اللي عند المريض اولا انا باكدها لك اهو وانا الكلام ده على مسؤوليتي وحاسب عليه ان الزراعه ملهاش علاقه بالسن. الزراعه ملهاش علاقه بالسن ابدا من بعد 70 سنه فكر في الزراعه مفيش اي مشكله خالص. يعني انا بتكلم دايما ان المرضى بتوعنا بقوا بيتحركوا من سن 70 لحد سن 85 في حالات الزراعه بيزرعوا اعداد كبيره من الزراعه. يعني مش بيزرعوا زرعه بيزرعوا 15 زرعه 16 زرعه على كام فيزيت على تو فيزيتس فيزيت للفك العلوي وفيزيت للفك السفلي. يبقى ما يبقاش الاقي شاب مثلا عنده 30 سنه ويقول لي اصل انا خايف من الزراعه مستحيل. يعني الزراعه لكل الاعمار ولكل السنين وامر سهل جدا وما فيهوش تعقيدات وبروسيديرز مش هتاخد من الدكتور اكتر من 10 دقائق. ولو الثقافه دي انتشرت كمان هتخلي دكتور ايمن ده وقت خلع الضرس
لو انت جيت على طول الزراعة هتاخد مننا 4-5 دقايق لان فعلا بقت الامور سهلة جدا. لكن لما تغيب سنين وتبدأ العظم يضعف برضه هنعمل لك زراعة بس بروسيجرز اطول شوية. ماسينج بون يعني العظم تآكل شوية قل شوية برضه هعمل لك زراعة مش هسيبك. السنة مفقودة لفترة طويلة ده اللي بيحصل في العظم بالظبط. بس مش عايز مريض يقول خلاص انا فضلت فترة طويلة فمش هزرع. لا هندعم المكان ده بعظم زي ما شفنا في الفيديو وهنحط برضه الزرعة بتاعتنا. ده معناه ان انت الزرعة ملهاش علاقة بالسن. عوض اسنانك عشان تحافظ عليها وتعيش لمدة 3-4 ايام بس بشكل كويس. ده هدف كويس مش 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 سنين. يعني ما فيش حد يجي يقول انا كبرت في السن هعيش قد ايه. عيش زي ما تعيش لكن المهم حافظ على اسنانك وعوض اسنانك وازرع. فده اول كونسبت. تاني كونسبت وده حضرتك اكيد هتشترك معايا فيه مرض السكر. ايوه اللي مرضى مصريين كتير جدا سابوا اسنانهم مش عايزين يزرعوها عشان انا مريض سكر. والسكر هو اللي فقد لهم السنان بالظبط. السكر ما هو مريض السكر اكتر واحد بيبقى سهل عنده ان هو يفقد اسنانه مع اني بأكد انك لو حافظت على اسنانك مش هتفقدها. بس خليني اقول ان انت فقدت اسنانك خلاص. احنا قلنا يا جماعه ان الكنترولبل دايابيتس اللي هو المرض السكر المظبوط يزرع اكنه اي شخص عادي خالص ما فيش اي مشكله خالص. طيب خليني احط تحت كلمه مظبوط دي 100 خط. في مريض يقول لي لا ما انا السكر بتاعي مش مظبوط. خدوا بالكم انا اقصد بكلمه مظبوط يعني انت بتتابع مع الدكتور وبتاخد الدواء مش معناها ان السكر بتاعك ما بيطلعش وينزل. مفيش مريض سكر السكر بتاعه ما بيطلعش وينزل. يعني انا ما اقصدش ان السكر بتاعك مظبوط انك مثبته مثلا 170 وما بيطلعش ولا ينزل عنه. لا مفيش مريض سكر ابدا هيعمل ده. انا بتكلم ان انت راجل بتتابع مع الدكتور وبتاخد الدواء بتاعك وبتقيس السكر. ده معناها ان السكر بتاعك مظبوط فتيجي تزرع في اي وقت اهلا وسهلا بيك. لكن معنى ان انا بقالي سنين ما باخدش الدواء وما بتابعش مع الدكتور ده اللي انا هقوله ظبط السكر بتاعك الاول. فيا جماعه مرض السكر ملوش اي علاقه بالزراعه ما دام كنترولبل. وانا باكد برضو المعلومه دي على مسؤوليتي الشخصيه دي معلومه علميه في اي بيبر هتفتحها ان مرض السكر الكنترولبل ملوش اي تاثير على الزراعه. المفهوم عند الدكتورز ودي نقطه لازم ناكد عليها فكره البلاننج. المريض التخطيط. المريض مش محتاج منك زرعه المريض محتاج منك سنه. فتخطيطك للمرحله الثانيه من الزراعه او تركيب الجزء الثاني من الزراعه لازم يبقى من بدري. وعشان كده بنقعد قبل الكيس مع 4 متخصصين انا واحد منهم زائد دكتور امبلانتولوجيست هيحط الزرعه دكتور بيريو هيعالج اللثه اللي حوالين الزرعه دكتور بروث هيركب الطربوش اللي فوق الزرعه. يبقى المريض بيقابل 4 متخصصين هنا بحدد للمرضى عشان يبقوا فاهمين هم بيشتغلوا صح ولا لا. محتاج 4 متخصصين دكتور اللي هو الريستوراتيف اللي هيحط الخطه دكتور هيحط لك الزرع جوه السنه بتاعتك دكتور هيعالج لك اللثه ودكتور هيركب لك. فقابل 4 متخصصين وكن مطمئن ان الزرعه من انجح الحاجات اللي هتشتغلها في حياتك نسبه نجاحها 98% زي ما قلنا. الزراعه والتجميل الاثنين بيتعاونوا مع بعض طبعا. طبعا ليه؟ لان احنا لو حطينا زرعة ومفيش دكتور علاج لسع ومفيش دكتور تركيبات شكل التركيبة الخارجية مش هيطلع شكلها حلو. اصحي الزرعة ماسكة في بقي بس شكلها ما قفتنيش. فعشان كده بنقول دكتور علاج لسع عشان يرسم لك اللسع حواليها دكتور تركيبات عشان يقعد يتخانق مع دكتور الزراعة ويقول له هيحط الزرعة فين بالظبط عشان البلاننج عشان الخطة. ففي الاخر احنا 22 دكتور لسه قايلينها ليه عشان التفاصيل الصغيرة دي عشان النتائج اللي ان شاء الله تلاقوها عظيمة بعد كده. عظيم. واحنا قبل ما نمشي بقى عايز اجابات سريعة الاسئلة السريعة. أوكي. ايه اكتر حاجة انت عايزها تتغير في الكونسبت بتاع التجميل عند الناس مضايقاك السؤال متكرر لازم الناس بس يعني تفهم صح. عبد الله ناقم على يعني 90% من الحاجات يعني ما بيقبلش باي حاجه. جوابات سريعه هتقول لي كم نقطه صغيره. انا مثلا هوليوود سمايل يعني ابتسامه بيضاء واسنان مرصوصه جنب بعض انا نفسي دي تتغير. حاجه تانية ان الفينير بتعمل ريحه وحشه او بتعمل حساسيه في الاسنان لازم تتغير. ان التجميل هو تجميل اسنان بس مفيش حاجه اسمها تجميل اسنان. في تجميل ابتسامه دلوقتي احنا في 2018 في حاجه اسمها تجميل ابتسامه مفيش حاجه اسمها اسناني شكلها حلو في حاجه اسمها السمايل بتاعتي شكلها حلو بس. رؤيتك لحاجتين مهمين العمل الجماعي والقرب الدكتور من المريض. العمل الجماعي لا ينفي قرب الدكتور من عشان في ناس بتستغل كلمه العمل الجماعي ان ما يشوفش الدكتور خلاص والعمل الجماعي. خدوا الكلمه يا جماعه عمل جماعي يعني كذا دكتور بيقابلك وكذا دكتور بيشتغلوا معاك مش معناها ان في دكاتره كتير كل دكتور بيشتغل مع عيان.
عشان المعنى يوضح للمريض. البيشنت دكتور ريليشن شيب زي ما حضرتك بتقول دي من اوائل الحاجات اللي بتدرس في انجلترا ومن اهمها, وتقييم الدكتور ما بيتمش غير لما يطمنه ان هو فهم ازاي صاحب المريض. لو خرجت من الكلينيك والدكتور مش صاحبك اعرف ان انت خسرت كتير. يعني لو رحت كلينيك وخلصت اسنانك ومشيت وانت حسيت ان الدكتور ده مش صاحبك وانت خارج, اعرف ان انت في جزء من العلاج ما خدتوش. ودي مهمه. تخيل انه الاسنان بتاثر على اداء نجوم الكوره. يعني ده يعني شوف نجوم الكوره اخر دراسه مكتوبه واتعملت على لاعبين من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي, لقوا انه لعيبه الكوره في الدوري الانجليزي اللي اسنانهم مش بحاله جيده ما بيادوش في البريمير ليج بشكل كويس. يس, هي دكتور ايمن الاسنان دايما انديكيشن لثقه الشخص في نفسه. ومفيش لعيب كره هيبقى كويس غير وهو واثق في نفسه. يعني تخيل انا شفت فيديو لكريستيانو رونالدو ايام ما كان سنان وحش, لا ومن 15 سنه آه. المذيعه سالته مين احسن لعيب في العالم, قال لها انا. الكلام ده هو لسه صغير جدا يعني, فانا شفت كريستيانو سنانه مش حلو في الاول انا اقصد وعشان كده عملها عشان فهو في الاخر لعيب الكره او الفنانين او النجوم, انا بشوف ده بعيني عندي من تعاملنا مع النجوم, النجم لو اسنانه مش عاجباه مش هيعرف يأدي ويثق في نفسه. الثقة في النفس يعني أداء كويس, يعني وظيفة كويسة, يعني نجومية, يعني تواصل مع الناس. وده مهم قوي. أنا مبسوط جدا بهذه الجلسة الطبية الرائعة جدا الممتعة كالعادة, يعني أنا مبسوط كمان بالأداء العلمي الرائع اللي أنت بتقدمه بجد. أنت عملت نوع من التدعيم العلمي للإعلام الطبي الخاص بطب الأسنان, وكان بيعجبني دايما في حوارك العلمي, وده اللي احنا سعينا له في طب الأسنان طبعا. يعني احنا حتى في لقاءاتنا في طب الأسنان يعني بنعمق المعلومة وبنفصلها, وده شيء مهم جدا. واعتقد انه زي ما قلت لك انت عملت مسار معين لطب الأسنان الإعلامي, وده شيء انا في نفسي اشهد لك بيه. وما شاء الله هذا الأسلوب كتير بقى بعد كده تتابعه, وده شيء كويس. يا دكتور ايمن احنا هنا, وانا قلت لحضرتك ده ان يعني كل فتره انا بجلد نفسي. احنا لما بنقول مثلا الدكاتره الدكتور ده عمل كذا واحنا مش عاجبنا الشغل ده, احنا بنجلد نفسينا اكتر بكتير من اللي بتشوفوه على الشاشه. بنحاسب نفسينا جدا, وبنعرف ان العلم ده بحر مهما خدت منه لسه انت ما تعرفش حاجه يعني. دكتور عبد الله انا بسعد جدا بزيارتك ليا, وبسعد بارائك, وبسعد ب يعني ارائك المباشره اللي بيعجبني فيها, يعني رغم ان هو يعني في طور الشباب لكن ما شاء الله خبره رائعه, وغير كده بقى صريح بطريقه يعني مفرحه, عارف الصراحه المفرحه. هو دايما اللي بيشتغل كويس بيبقى متحمس. لا صريح لا 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 ما بيقبلش بالنتائج, عارف اللي هو بيروح لك ده راي غلط والاتجاه ده غلط وكلامه صح, بيبعد عن النقط الرماديه ابيض يا اسود. ده دي الناس الحلوه. طيب الاعزاء الاستاذ الدكتور كريم ابراهيم والدكتور عبد الله متولي كانوا في الدكتور في حوار ممتع في الاسنان, يجمع ما بين الفكر الدقيق جدا في عالم الزراعة, فكر الدقيق والرؤية الجمالية لعالم التجميل, وتبيين انه عمل جماعي معناه في طب الأسنان أكثر من منطقة مضيئة جدا. مش معنى العمل الجماعي ان نتوه المريض, العمل الجماعي معناها توافر قوة معينة لخدمة مريض في النهاية, لكن كل قوة بتدي أقصى ما عندها لهذا المريض, وده لأنه الأسنان مش شيء سهل, الأسنان شيء صعب جدا. خليكم دايما فاهمين كده وخليكم مع الدكتور. قدرتنا على إنشاء مؤسسة فيها تفاصيل صغيرة زي المركز البريطاني هنا ما كانش بالسهولة أبدا اللي الناس ممكن تتخيلها. إنشاء مؤسسة تحتوي على جميع تخصصات طب الأسنان بجميع تفاصيلها, تحتوي على من 18 ل 20 دكتور بجميع الأعمار السنية, عايزين نستفيد من خبرات دكاترة على مدار 30 و 40 سنة في ماركت الأسنان وفي إكسبيرينس في الماركت والكلينكس, وعايزين نستفيد بالشباب الصغير اللي عنده الريسنت ريسيرشز والأبحاث الجديدة وكيفية إن احنا ندمج ده عشان يشتغل الناس دي كلها أزا تيم وورك أو كمجموعة
تقدر تقدم للمريض المصري والمريض العربي نوع اخر من طب او من الخدمة الطبية اللي هو محتاجها اللي كان مفروض انه بيسافر لها اوروبا عشان يحققها، ده كان حلم كبير عندي. المركز البريطاني بالنسبة لي هو فكرة اكتر منها مكان او مؤسسة لها مكان معين، قد ما هي فكرة لو اتغلغلت في دماغ الدكاترة والجيل الجديد في طب الاسنان ممكن نحدث طفرة اكتر من اللي حاصلة دلوقتي. بنقول مؤسسة أو صرح طبي على أساس إن هو مكون من يعني إدارات كبيرة موجودة جواه، إدارات لمتابعة المريض من أول ما يبتدي معانا، إدارات للشغل بتاعه، إدارات للجودة بتاعة الشغل، إدارات لمتابعة المريض حتى بعد ما بيخلص شغله. المميز في المركز البريطاني إنه بنستخدم أحدث التقنيات وبنختصر وقت للبيشنت وما بنودي أبداً الشغل للمعمل، وكمان مش هيلاقي أي مفاجآت تصادفه وقت التسليم. برضو الميزة هنا في المركز البريطاني إن إحنا فريق عمل متكامل، تخصصات كلها وفريق عمل ممتاز، فكل واحد بيشتغل في التخصص بتاعه. يعني انا تخصص علاج العصب، بيجي لي المريض بعمله علاج العصب، بيخرج من عندي بعد كده على دكتور التركيبات او دكتور الزراعه ايا كان، فده بيضمن ان الشغل يبقى 100% بصوره ممتازه. زي ما قلنا ان بلدنا ليها حق علينا وحقنا عليها ان احنا نحطها على قدر الايميتيشن او الموازاه مع بعض الدول الاوروبيه اللي متقدمه في مجالات كتير عننا. اقدر اقولها بصراحه ان طب الاسنان احنا على قدر الموازاه، على قدر الايميتيشن، نقدر نقول ان احنا انشانا مؤسسه تسمح بده وتسمح للمريض العربي والمريض المصري ان هو يطمن لده. من زمن كان دايما الطبيب المصري ليه قدر كبير، ودايما السياحة العلاجية كانت عندنا بتتوفر. في فترة القصة دي تراجعت بشكل كبير في مجالات الطب، لكن في طب الأسنان الحمد لله مع جيل جديد صاعد كله أمل. أنا بشوف في عيون الطلبة اللي عندي قد إيه اهتمامهم بالتفاصيل وقد إيه تركيزهم إن هم يشتغلوا على أبحاث ونتائج جيدة. فخلينا نقول في الآخر إن المكان ده ممكن يكون نواة لفكرة تخلي البلد دي لقدام فترة طويلة، ونقدر نستمتع ان احنا شاركنا ولو بجزء بسيط في رفع اسم بلد زي دي. علاج اللثة مهم جدا في الخطط العلاجية الطويلة، بيمنع الالتهابات، بيمنع اي ألم للعيان ممكن يكون السبب كله في اللثة، ما يكونش بسبب التركيبات. الشكل، الضحكة، شكل المريض وهو بيتكلم تبقى لايقة على وشه، لايقة على ضحكته. وطبعا جزء اللثة اللي بيبان لازم يبقى جزء محسوب جدا عشان يبان مع الضحكة كويس. احنا بنحتاج عشان نحدد اطوال اللثة ان احنا نصور المريض كذا صورة، صور وهو بيضحك، صور وهو في وضع البوز، صور من اليمين، صور من الشمال، بنصور العيان فيديو للحركة بتاعته عشان تبقى ثلاثية الأبعاد، تشوفه هو بيضحك وهو ساكت وهو بيتحرك أنهي جزء من اللثة بيبان. أكيد طبعا اللثة مهمة بالنسبة للزراعات، لأن في الآخر وفي الأول العيان مش جاي يزرع زرع، هو جاي يعوض سنة ناقصة مش موجودة. فأي عيان في الدنيا عاوز يحط يزرع الزرع ولما يضحك أو يبتسم ما تبانش ان هو زرع حاجة وان هو مركب حاجة. فمش مجرد بس ان لون السنة او التركيبة فين ده مهم، لا كمان اللثة وشكل اللثة ان هو يكون طبيعي حواليها، ما فيهوش اي لون طبيعي، ما فيهوش اي حاجة، مش شافف لون الزرع، العظم حتى حوالين اللثة مهم، حوالين الزرع مهم، فاللثة شيء مهم جدا حوالين الزرع. بندرس حاجات كتيرة جدا، اول حاجة نوع العظم بتاع العيان، مكانه فين، بندرس اماكن الزراعات، احنا نقدر نحط زراعات فين ومش زراعات فين. في حاجات كتير قوي بتحكمنا زي حاجه احنا بنقول عليها الاناتومي بتاعه العيان، الحاجات اللي احنا ينفع نحط فين وما ينفعش نحط فين. فاتجاهات الزراعات مهمه جدا، ان انا
الدراسة اللي احنا بنعملها في الاول على الاشعة تجاه الزرع لازم يبقى مهم ان انا اتفادى ان انا اخش في عصب، دي حاجة مهمة. احنا عندنا في البق في اعصاب، في عندنا جيوب انفية، لو حد مش عنده خبرة كفاية ممكن يخش يقطع عصب تعمل مشكلة كبيرة، ممكن يخش في جيب انفي فيعمل مشكلة كبيرة للعيان. الموضوع ما بيبقاش بالبساطة دي كبلاننج، مش كتنفيذ، كبلاننج انت لازم تبقى دارس كل حاجة. وكل احنا ما بنتعاملش بالسنتي، احنا بنتعامل بالملي وبالنص ملي عشان تبقى الحاجة طالعة بيرفكت للعيان.